40 هدفا تلقاها برشلونة الموسم المنصرم، ولو أن ذلك لم يقف عائقا في وجهه للاعتلاء بلقب الدوري بفضل قوة هجومية ضاربة نتجت عنها 115 هدفا منحت الكاتالان الصدارة ب 100 نقطة. وإذ لم تبقى سوى أيام قليلة على إطلالة الموسم الجديد، برشلونة لا زال بعيدا عن إيجاد حلول لمتاعب الأمس الدفاعية، وما الأهداف الستة التي تلقاها في المرحلة التحضيرية إلا الدليل على الحاجة الماسة لتدارك هذا النقص. ناد كبير بحجم برشلونة سيلعب على جبهات متعددة، وهو مطالب بالصراع على كل الألقاب، إلا أنه يعاني من مشاكل دفاعية والمدرب مارتينو ينتظره عمل شاق. وسائل الإعلام المقربة من النادي الكتالوني أفادت أن مكاتب النادي قد شهدت اجتماعا في الساعات الأخيرة بقيادة الرئيس ساندرو روسيل والمدرب تاتا مارتينو للحديث عن قضايا عدة، منها ما يمت بصلة بمعضلة الفريق الأول الدفاعية، علما أن المدرب كان قد استبعد القيام بتعاقدات على جناح السرعة كون تشيلسي وليفربول كان قد رفض عروض برشلونة المالية مقابل التعاقد مع دافيد لويس وأجر. يعاني البارسا في السنوات الأخيرة دفاعيا، وهو في حاجة إلى الإسراع بالتعاقد مع أكثر من لاعب، وتتردد حاليا أسماء كديفيد لويز وأجر. وفي حال ما تأكد عدم لجوء الفريق للتعاقد مع لاعب ذي ضمانات دفاعية، فإن المدرب تاتا مارتينو سيجد نفسه مضطرا للجوء إلى حلول لطالما أعطت الفريق نتائج في السابق. المدرب الأرجنتيني على غرار ما فعله غوارديولا سيسعى لاعتماد خطة الضغط على المنافس بمجرد ضياع الكرة في الأماكن الأمامية، وكانت تلك من الأسلحة التي اعتمدها المدرب السابق ويفكر فيها تاتا مارتينو. ومهما يكن من أمر، فإن برشلونة تعود في السنوات الأخيرة على الخروج بحلول لمشاكله من داخل البيت، وربما أيضا تكون أسعار اللاعبين الذين يغازلهم النادي فرصة لاكتشاف مواهب مثل بارترا وبانياك. حسن سالم، الجزيرة الرياضية، مدريد.